بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمياء 2-2. معكم معلمتكم العنود العتيبي. نرحب بأستاذ لغة الإشارة صالح العوجان. بإذن الله اليوم سنكمل درس تعابير الاتزان. سيكون تعابير الاتزان المتجانس. نحن ما زلنا في الباب الرابع في الدرس الأول، حالة الاتزان الديناميكي. تعلمنا في الحصة الماضية تعابير الاتزان، قانون الاتزان الكيميائي. اليوم سنتطرق لتعابير الاتزان المتجانس بشكل مفصل، وسيكون حل مسائل تدريبية. الفكرة الرئيسة في هذا الدرس، يوصف الاتزان الكيميائي بتعبير ثابت الاتزان الذي يعتمد على تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. انتهينا من الهدف الأول، بدأنا في الهدف الثاني، سنكمله بإذن الله. تكتب تعابير الاتزان الأنظمة المتزنة، وفي حصة قادمة ستكون حساب ثوابت الاتزان من بيانات التركيز. مفرداتنا السابقة وهي التفاعل الكيميائي، هي عملية يعاد فيها ترتيب الذرات لمادة أو أكثر لإنتاج مواد جديدة مختلفة. اليوم وصلنا إلى الاتزان المتجانس، قانون الاتزان. نقوم الآن بمراجعة بسيطة للدرس الماضي. قانون الاتزان ينص على أنه عند درجة حرارة معينة يمكن للتفاعل الكيميائي أن يصل إلى حالة تصبح فيها تراكيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وصلت إلى الثبوت. كانت لدينا هذه المعادلة، طبقنا عليها ووضعنا القانون الخاص بالاتزان الكيميائي، حيث يساوي الكي اي كيو تساوي حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة مرفوعة للأسس، وهي المعاملات الخاصة في المعادلة الموزونة، مقسومة على حاصل ضرب تراكيز المواد المتفاعلة أيضا مرفوعة لأسس، وهي تساوي معامل المادة المتفاعلة في المعادلة الموزونة. أيضا يمثل ثابت الاتزان نسبة تراكيز المواد، نسبة تراكيز المولارية للنواتج إلى تراكيز المولارية للمتفاعلات. وهذا لو قال لك السؤال صف ثابت الاتزان، ستجيب عنه بهذه العبارة، ثم ستكمل يرفع كل تركيز إلى أس يساوي المعامل الخاص في المعادلة. إذا لم تشاهد معامل لن تضع شيء، سيكون الجواب طبعا فيه واحد. قلنا هذا هو ثابت الاتزان، وهو القيمة العددية لنسبة حاصل ضرب تركيز النواتج على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، يرفع كل تركيز إلى أس، هذا الأس يساوي المعامل الخاص به في المعادلة الموزونة. طبعا ثابت الاتزان هو قيمة عددية ثابتة، أيضا حددنا درجة الحرارة وتصبح فيه درجة الحرارة معينة. وصلنا إلى تعابير الاتزان. اليوم سيكون بإذن الله تعابير الاتزان المتجانس، في الحصة القادمة ستكون تعابير الاتزان غير المتجانس. فما الفرق بين تعبير الاتزان المتجانس والغير متجانس؟ ما معنى كلمة متجانس وما معنى كلمة غير متجانس؟ انظر لهذا التفاعل، تفحص التفاعل التالي، هل هو في حالة اتزان؟ عندما أقول لك هل هو في حالة اتزان، انظر مباشرة للأسهم، نعم في حالة اتزان، إذا هو في حالة اتزان. لاحظ معي، إذا ينتج غاز يوديد الهيدروجين عن تفاعل الاتزان لغاز الهيدروجين مع اليود، إذا في هذه الحالة كيف يمكنك كتابة تعبير ثابت الاتزان لهذا التفاعل؟ لاحظ المعاملات، هنا واحد، هنا واحد، هنا اثنان. إذا ركز الآن، ما معنى كلمة متجانس؟ انظر الحالة الفيزيائية، غاز، 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 كلهم في حالة غازية. إذا هنا معنى كلمة متجانس، معنى كلمة متجانس أو حدد هذا التفاعل هو متجانس، انظر للحالة الفيزيائية، كلهم غاز، إذا هو متجانس. فما معنى التفاعل متجانس؟ هو أن تكون المتفاعلات والنواتج موجودة في الحالة الفيزيائية نفسها، موجودة في الحالة الفيزيائية نفسها. كل المواد المشاركة في هذا التفاعل هي في الحالة الغازية، إذا سأقول أن التفاعل هو تفاعل متجانس. إذا الآن سنطبق هذا القانون الذي أخذناه في الحصة الماضية على هذا التفاعل. طبعا حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة مرفوعة للأسس. كيف ستكون الطريقة؟ أولا ضع تركيز النواتج في البسط وتركيز المتفاعلات في المقام، حدد أين النواتج وحدد أين المتفاعلات،
هذه هي النواتج، يوديد الهيدروجين، وهنا المتفاعلات. إذن حاصل ضرب تركيز النواتج، لا توجد لدي إلا مادة واحدة. في حاصل ضرب تركيز المتفاعلات لدي الهيدروجين واليود. لنتذكر معا ونركز على أن هذا ليس بالمعامل ولا يرفع كأسس. المعامل تكون قبل العناصر أو قبل المواد. هنا القيمة هي واحد، بالتالي لن يكون هنا أسس. يصبح هذا التعبير مساويا. الآن لم يكتمل لدي القانون، تبقى لدي شيء. متى يكون مساوي لثابت الاتزان الكي كيو؟ إذا أنا قمت برفعه للأسس، عندما نضيف المعاملات بوصفها أسس في المعادلة الكيميائية الموزونة. ركز الآن، هل يوجد معاملات؟ أين توجد المعاملات؟ فقط في يوديد الهيدروجين في النواتج. هنا لم يكتب شيء، إذن واحد. أيضا هنا لم يكتب شيء، إذن هو واحد. إذن ستعود مرة أخرى للقانون وتقول الكي كيو تساوي يوديد الهيدروجين مرفوعة للأس 2 مقسومة على حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة. لم نرفعها لأسس. لماذا لم نرفعها لأسس؟ لأن هنا القيمة هي واحد. الاثنان هنا قلنا أن الجزيئات تكون في حالة ثنائية لا علاقة لها بالمعاملات. ثابت الاتزان هذا من خلال التجارب أوضحوا أنه يساوي 49.7 عند درجة حرارة 731 كلفن. ولاحظ أن القيمة 49.7 ليست لها وحدة لأنه ثابت، فمن المعتاد حذف الوحدات عند كتابة تعابير ثابت الاتزان. بالتالي عندما نقوم بحساب ثابت الاتزان لن نضع له وحدات. طبعا اليود له استعمالات طبية، لاحظ معي له استعمالات مهمة في الطب. يسبب بسبب خواص اليود المضادة للجراثيم، يستعمل كمطهر خارجي. أيضا تدخل بعض المركبات مثل يوديد البوتاسيوم في الأدوية التي تعالج مثلا تضخم الغدة الدرقية. لاحظ معي هذه الصورة للغدة الدرقية. إذا لنطبق الكيمياء في واقع الحياة من خلال صحة الغدة الدرقية، ولدينا هذا أو هذه الفقرة الطب النووي. ماذا تعرف عن الغدة الدرقية؟ وأين توجد في جسم الإنسان؟ توجد في الجهة الأمامية أحسنتم من الرقبة. إذا تمتص الغدة الدرقية نظير اليود المشع يود 131 الذي يستعمل في الطب لتشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية. هل لديك فكرة ما هي أمراض الغدة الدرقية؟ نشاط أو خمول، أحسنتم. عندما يتناوله المريض ماذا تعمل؟ تعمل إشعاعات اليود على إعطاء صورة للغدة تكشف عن أي قصور فيها. ماذا توضح الصورة؟ توضح الصورة الغدة الدرقية لمريض يعاني من مرض تضخم الغدة. فنلاحظ هنا هذه الصورة توضح لي هذا المرض، وهو مرض يمكن علاجه. وسببه، ما سبب التضخم؟ هو فرط نشاط الغدة الدرقية. لننتقل الآن إلى التطبيق. مثال 1.4 تعبير ثابت الاتزان للتفاعلات المتجانسة. هل يختلف عن تعبير ثابت الاتزان للتفاعلات غير المتجانسة؟ نعم، فلنركز على الحالة الفيزيائية. تابع معي. تنتج ملايين الأطنان من الأمونيا النشادر اللي هو NH3 لاستعمالها في صناعة الأسمدة، الألياف الصناعية. يمكن استعمالها في كمنظف منزلي، مفيدة في تنظيف الزجاج. تصنع الأمونيا من عناصرها الهيدروجين والنيتروجين باستعمال طريقة هبر، وشرحناها بالتفصيل في حصص ماضية. الآن هذه كلها مقدمة. السؤال يقول اكتب تعبير ثابت الاتزان لهذا التفاعل. إذن أعطاني الآن التفاعل وقال تفاعل النيتروجين مع 3 مول من الهيدروجين أعطاني 2 مول من النشادر. ركز الآن، هل التفاعل متجانس أم غير متجانس؟ هل هي في حالة فيزيائية واحدة؟ نعم، في حالة فيزيائية واحدة. هل يوجد معاملات؟ نعم يوجد معاملات. إذن تحليل المسألة توفر معادلة التفاعل المعلومات المطلوبة لكتابة تعبير ثابت الاتزان. وهذا التفاعل متجانس، لابد أن تحدد هل التفاعل متجانس أم غير متجانس. قلنا كيف؟ عن طريق مراقبة الحالة الفيزيائية. إذن حتى تتأكد من أن حلك صحيح لابد أن تركز، والمتفاعلات هنا والنواتج تكون في الحالة الفيزيائية نفسها. إذن ركز معي، هنا كلها في الحالة الغازية. ننتقل الآن ما هي المعطيات. أعطاني تركيز، طبعا المادة هي
نيتروجين مع هيدروجين وعطتني نشادر. في الصيغة العامة A زائد B عطتني C، فهو يقول أن تركيز النيتروجين يساوي تركيز الـ A حسب الصيغة العامة، تركيز الهيدروجين يساوي تركيز الـ B، وتركيز النشادر يساوي تركيز المادة C. هل لديها معاملات؟ بالنسبة لي النيتروجين لم يكتب، إذن هو واحد. بالنسبة لي الهيدروجين حسب المعادلة هو 3، بالنسبة لي النشادر حسب المعادلة هو 2. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب KAQ، نعوض عن المادة A. لاحظ معي المادة A بالنيتروجين، المادة B بالهيدروجين، والمادة C بالنشادر. كذلك المعاملات المرفوعة A تساوي 1 وال B تساوي 3 وال C تساوي 2. فلاحظ هنا رفعت، هذه هي المواد الناتجة في البسط، المواد الناتجة في البسط مرفوعة لل C، ومقسومة على تركيز المواد المتفاعلة مرفوعة لل A وال B. الآن نعوض عن ال A وال B وال C. طبعا النيتروجين قلنا أنه واحد، الهيدروجين حسب المعادلة مرفوع لل أس 3 لأن معامله 3، النشادر مرفوع لل أس 2 لأن معامله 2. إذا ما هي تقويم الإجابة؟ تركيز النواتج في البسط وتركيز المتفاعلات في المقام، ترفع التركيز إلى أسس مساوية للمعاملات، إذا إجابتنا صحيحة. الآن التقويم، طبعا لدينا أكثر من مسألة. الأولى، أكتب تعابير ثابت الاتزان المعادلات التالية في A. لدينا المادة N2O4 في حالة غازية في حالة اتزان مع 2NO2، إذن رابع أكسيد ثنائي النيتروجين مع أعطاني الناتج ثنائي أكسيد النيتروجين. هل هو في حالة أنه يكون اتزان متجانس أم غير متجانس؟ طبعا هنا المادة مادتين كلهم في الحالة الغازية، إذن هو متجانس. هل هناك معاملات؟ نعم، في النواتج يوجد فيه معاملات. إذن سنكتب القانون ونقول الـ KAQ تساوي تركيز، طبعا لا يوجد هنا لدي ضرب لأن في النواتج مادة واحدة، في المتفاعلات مادة واحدة، سنكتفي بهذا ونقول تركيز ثاني أكسيد النيتروجين مرفوع للأس 2 مقسوم على تركيز رابع أكسيد ثنائي النيتروجين، وهنا المعامل فيه واحد، إذن لا يكتب شيء. لاحظ بي، هل هم في حالة غازية؟ نفس الحالة كلهم؟ نعم في حالة غازية كلهم. هل يوجد معاملات؟ نعم في المتفاعلات يوجد المعامل 2، في النواتج عند الهيدروجين يوجد المعامل 2، عند الكبريت لم يكتب شيء، إذن هو واحد. إذن نطبق القانون ونقول KAQ تساوي حاصل ضرب تركيز النواتج وهي الهيدروجين، لاحظ هنا مرفوع للأس 2 مضروب في تركيز الكبريت لم يرفع لي أس، مقسوما على تركيز المتفاعلات، ولاحظ أن المعامل هنا 2، إذن رفع لي 2. التفاعل C، انظر الآن، غاز 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 غاز، إذن هو متجانس. هل يوجد معاملات؟ فقط في الهيدروجين يوجد الثلاثة والبقية لدي واحد. إذن سنكتب القانون ونقول حاصل ضرب تركيز المتفاعل من النواتج مقسوما على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات، فقط الهيدروجين يرفع للأس 3 لأن لديه المعامل 3. أيضا في دي، أربع مواد لدي، انظر للحالة، غاز 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 غاز، إذا جميعهم في الحالة الفيزيائية نفسها. هل يوجد معاملات؟ هنا لدي كل الأربع مواد يوجد فيها معاملات. بالنسبة للنشادر 4، الأكسجين 5، أكسيد النيتروجين 4، والماء 6. ركز الآن، ركز الآن، هذه هي النواتج، هذه المادة الأولى معاملها 4 والمادة الثانية معاملها 6. هنا المتفاعلات، المعامل للمادة الأولى 4 والمعامل للمادة الثانية هي 5. أيضا في الفقرة التي تليها، انظر، حالة فيزيائية، كلها الحالة الفيزيائية غازية. هل يوجد معاملات؟ في المتفاعلات يوجد معامل 2 وفي النواتج يوجد المعامل 4. إذن الـ KAQ تساوي حاصل ضرب تركيز النواتج، لاحظ أن الهيدروجين رفع للأس 4
والنواه والمتفاعلات ستكون في المقام حاصل ضرب تركيزهم، والماده هنا كبريتيد الهيدروجين ستكون مرفوعه للاس 2. الان تحفيز، ركز معي في التحفيز. التحفيز دائما يعطيني فكره جميله. اكتب المعادله الكيميائيه التي تمثل تعبير ثابت الاتزان الكيميائي. اعطاني الثابت وطلب المعادله. الثابت هنا المواد الناتجه وهنا المواد المتفاعله. ركز، هل يوجد معاملات؟ نعم، في النواتج يوجد اثنين، اذا سيكون يسبق اول اكسيد الكربون. هل يوجد ايضا؟ نعم يوجد، اذا سيسبق ثاني اكسيد الكربون. اذا ستكتب هذه المتفاعلات. لاحظ طبعا بما انه قال متجانس او كتبت كلها ستكون، طبعا نحن نعرف ان ثاني اكسيد الكربون هو غاز واول اكسيد الكربون هو غاز والاكسجين هو غاز، اذا سنكتب الحاله الفيزيائيه لها نفسها. طبعا هنا اثنان اذا سنضعه كمعامل، هنا ايضا اثنان اذا سنضعه كمعامل. الاكسجين لم يرفع لشيء اذا هو واحد. اذا ركز مره اخرى، لاحظ معي الحالة الفيزيائية كلها غازية، المعامل اثنين تأكد نعم اثنين، والمعامل الأول أكسيد الكربون نعم اثنين. إذا بهذا يكون الحل صحيح. إذا ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا تعابير الاتزان المتجانس وقمنا بالتطبيق في أكثر من مسألة تدريبية. نشاط منزلي، أكتب تعبير ثابت الاتزان لكل من التفاعلين التاليين بنفس الطريقة، ستتأكد أن الحالة الفيزيائية هي نفسها والمعاملات ستكون موجودة، إذا ستتأكد منها. طبعا هنا واحد لم يكتب، هنا واحد لم يكتب، الطريقة جدا بسيطة وسهلة. إلى هنا طلابي نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم، شكرا لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.